تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أقيم الحفل الختامي لبطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير الشباب والرياضة، وسعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي من اهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة جلالته لمنجزات هذا القطاع ودعم كافة فعالياته وأنشطته. وأشاد سموه بالنجاح الذي حققته بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي وخروجها بهذا المستوى من التنظيم والإعداد المتميز، وأن سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على نجاح تنظيم البطولة، مشيرا سموه إلى أن بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي أصبحت واحدة من الفعاليات الرياضية التي أسهمت في تعزيز سمعة مملكة البحرين وإمكانياتها في استضافة وتنظيم مختلف البطولات الدولية والمنافسات الشبابية والرياضية. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي أسهمت في تميز القطاع الشبابي والرياضي واستقطاب الفعاليات التي من شأنها التأكيد على فعالية مملكة البحرين ودورها في تنظيم وإنجاح مختلف البطولات والأنشطة على أعلى المستويات. كما نوه سموه بمشاركة الشباب البحريني في هذه البطولة بفضل التشجيع الكبير الذي يلقونه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاحتكاك واكتساب الخبرات والإسهام في نشر هذا النوع من الرياضات وزيادة حجم ممارسيها ورقعة إقامتها في المنطقة. وخلال الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أعلن عن إفساح المجال للمتسابقين من العسكريين للمشاركة في البطولة القادمة للتأهل إلى بطولة العالم. كما أشار سموه إلى أن أعداد المشاركين في المسابقة في تزايد مستمر، معبرا عن فخره بالجهود الجبارة التي بذلها المتسابقون. هذا وقد اشتمل الحفل على تكريم الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات المحترفين للرجال والسيدات، بالإضافة إلى المتسابقين من مملكة البحرين والهيئات والمؤسسات والدول المشاركة. كما تم تكريم الوزارات والشركات والمؤسسات الراعية للبطولة.